على ارض غسيلة. سي بنعيش، الناس اللي يعانوا بالاعاقه تكون عندهم الصحه النفسيه متاثره اكثر من الناس اللي عاديين، واش بصح ولا مش؟ هو في الحقيقة موضوع الصحة النفسية هو ممكن نعتبره الموضوع الجديد على المجتمع المغربي، فدائما كنربطوا بما هو نفسي بمرض باضطراب بشيء اللي نورمالمون خصو يتخبى خصو ما نقولوش، حتى احيانا ان الانسان ممكن انه يبغي يمشي عند بسيكولوج ولا يمشي عند امبيدو بسيكياتر ولا بسيكياتر باش يشوف هذا الجانب النفسي ديالو، كنعتبره احيانا انه من المسكوت عليه، في حين انه شيء عادي وكلنا نتعرض لضغوطات يومية، كلنا نتعرض لمشاكل في الحياة ديالنا، وبالتالي الصحة النفسية ديالنا غالبا ما كتكون أنها أحيانا في وضعية اللي كتطلب بعد التدخلات ديال الأخصائيين. فعندما يرتبط موضوع ما هو نفسي بما هو إعاقة، فأظن بأن العلاقة هي وطيدة، فالإعاقة هي مشكل كنعيشوه في المجتمع ديالنا. علاش؟ ماشي المشكل في الإعاقة وإنما المشكل في المحيط، فغالبا الشخص في وضعية إعاقة أو المحيط ديالو كيلقى مجموعة المشاكل على مستوى التكفل الطبي بالشخص المعاق، على مستوى الولوج، على مستوى الشغل، إذا مجموعة المستويات اللي كيعاني من الشخص المعاق والمحيط ديالو، وبالتالي هذه المعاناة طبعا كيكون عندها واحد الانعكاس اللي ممكن أقول أنه انعكاس سلبي على الحياة النفسية ديال الشخص في وضعية إعاقة أو المحيط ديالو. وبالتالي احنا جمعية أمل الأطفال ذوي صعوبات التعلم من خلال الفرع ديالها على مستوى الدار البيضاء أنفا فكرت في هذا الجانب، وقلنا علاش لا أننا يدار هذا اللقاء ملتقى حول الصحة النفسية وحول الإعاقة بمتدخلين من عيار ثقيل اللي يحاولوا طبعا خلال هذا اللقاء أنه يلقاو هذه صلة الوصل ما بين كل ما هو نفسي وما هو إعاقة. وكيفاش نخفوا يعني الإنسان معاق من نخفوا عليه هذاك الضغط النفسي؟ هو في الحقيقة النظرة الآخر اللي لا تؤمن بالاختلاف، يجب ان نعترف بان في مجموعه المجتمعات الاختلاف يرى بطريقه في الحقيقه ناقصه ممكن نقول، فاذا هذيك النظره كتنعكس على ما هو اقتصادي، على ما هو اجتماعي، على ما هو دراسي، هذيك النظره بمعنى دائما كنشوفوا ذيك الشخص المعاق انه ما قادرش، وبالتالي بلا ما كنحسوا كنلقاو راسنا في التصرفات ديالنا في التعامل ديالنا احيانا حتى في السياسات العموميه ديالنا اننا لا نراعي وجود اختلاف اللي من ضمن هذا الاختلاف هو الاعاقه. وبالتالي هاد النظره هذه هي اللي كتكون عندها انعكاس، في حين انه الان اصبحنا نرى مجموعه من الشخصيات اللي هي في وضعيه اعاقه اللي عطات الكثير في الميادين اللي كتشتغل بها، ومؤخرا ونحن نشتغل كجمعيه امل على موضوع التمدرس يمكن تشوفوا بانه النسبه المئويه للاشخاص في وضعيه اعاقه او التلاميذ في وضعيه اعاقه في النجاح في البكالوريا كانت اكثر من النسبه المئويه ديال الاطفال او التلاميذ الذين لا يعانون من الاعاقه. وبالتالي ممكن نقولوا بان الان خصنا نشوفوا نظره اخرى في الشخص اللي عنده الاعاقه على انه شخص كامل الاوصاف كما نقول.